للي في البيت، للاولاد اللي في البيت هنعمل لهم مهلبيه بالقشطه. انا عندي قشطه في الفريزر محوشاها، هعمل لهم مهلبيه بيها تحفه جدا. انا عارفه القعده بتاعتكم بقى ما شاء الله دي هتيجي علينا بخساره، انا عارفه ربنا يستر بتاعتنا كلنا والله. طبعا بنتسلى في ايه؟ ربنا يسترها. فهناخد مع دلوقتي كيلو من اللبن، كيلو من اللبن هحط عليه سكر حسب التحليه، عايزه نص كوبايه، عايزه اكتر، عايزه اقل، زي ما انت عايزه. الكيلو اللبن ده بياخد 4 معالق من النشا كبار وقشطه اللي انا عايزاها، الحته اللي انت عايزاها. يعني ايه عايز تحطي نص كوبايه، عايز تحطي كوبايه، القشطه موجوده عندك، بس خلي حته للوش، خلي حته ايه لوش المهلبيه دي، وجوز هند وزبيب. بصوا بقى احنا هناخد الاول كيلو اللبن اللي هو 4 كوبايات، طبعا عايز تعملي اكتر عايز تعملي اقل زي ما انت عايزه. انا بعمل لك حاجه سهله، انا عايزه اعمل حاجه حلوه كده وانا قاعده في البيت، استغلوا وقت البيت في حاجه كويسه تتعلموها، تعلموا البنات تقعدوا مع بعض تتعلموا، دي حاجه مهمه قوي. انا كده حطيت ايه كيلو اللبن، هسكر زي ما انا عايزه. كمان ممكن تحطي فانيليا برضه، الفانيليا حلوه جدا، بس انا حتى جوز هند عشان كده مش مشكله، يعني فانيليا بتضيع لو في اي زفاره في اللبن بتروح. انا مثلا سكرت هنا بايه، ممكن ازود شويه كمان عشان يبقى ايه يعجب الكل يعني، وشويه جوز هند كده جوه اللبن، وشويه زبيب عشان الزبيب يستوي، وخلي شويه للوش ماشي، واقلب. عندي هنا بقى لا بس معلقه ثانيه، هنا 4 معالق نشا كبار، 4 معالق نشا كبار، وهاخد حته قشطه واحطها في اللبن. عايزه اقول لكم مهلبيه بقى، ولا مش عارفه مهلبيه مين اللي بيبيعها ده، حاجه كده ان شاء الله. لا يا حبيبي ما اقدرش. تمام كده، انا هسيبها بس تسيح عشان ابدا ان انا اعمل ايه، اعمل ايه، اعمل ايه. اخد النشا، ممكن اخد هنا في مطرح اللبن كده وادوبه عشان يقعش على الترابيزه. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم، شويه ميه او لبن، بس طبعا ميه مش مهم، انا حاطه قشطه قد كده. ادوب النشا وهروح على اللبن، هلبية في منتهى البساطة، مجرد حطيت جزر هند دي ريحة حلوة جدا، وحطيت الزبيب هيستوي جوه المهلبية. وانا بغرب بقى برضه بقى ايه حريصة ان انا اوزع الزبيب اللي انا حطيته جوه ده في ايه في الاطباق، يبقى شوية من الزبيب مستوي وشوية اللي على الوش الايه اللي انا هحطه دلوقتي زي ما هو كده ناشف شوية، فهيدي طعم برضه حلو جدا، وكمان هحط له قشطة على الوش، القشطة اللي جوه مديها طعم، والقشطة طبعا اللي فوق كمان هديها ايه غناوة، تحس ان ايه غنيه كده. طبعا دي اسهل حاجه حلوه احنا ممكن نعملها في البيت، ومغذيه ولطيفه جدا، وبرده ما نكترش. تمام، انا لازم على فكره اليومين دول تعملوا رجيم حلو جدا، لان اليومين دول القعده في البيت بتخلي الواحد ياكل غصب عنه، وبتعملوا بقى حاجات للبيت وتتعلموا مش عارفه ايه، فتلاقي الاكل غصب عنك بتدوقي بتعملي، فالموضوع بيبوظ جدا جدا جدا، فلازم نظبط ان شاء الله يعني. تمام اهو كده بدات يسخن، اروح منزله، مش هستنى اما تغلي، اروح منزله النشا واقلب لغايه ما تغلي بقى بالنشا، بس كده. احط بقى ايه، غربت كده المهلبيه بتاعتي اللي بالقشطه، وعليها جوز هند وزبيب وقطعه من القشطه كده، وهي سخنه برده هتدي شويه، هتسيح معانا وهي سخنه كده. وطبعا عايز تحطي الكاسات في اطباق زي ما احنا عاملين كده، زي ما انت عايزه،